أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن لكسيك اللي هو الفوكابي، أو الأدل اللي هو لكسيك اللي هو بالفرنسية يعني معناها فوكابلار اللي هو الفوكاب اللي هي الكلمات. إحنا الكلمات دي حاجات مهمة جدا، لأن الكلمة بتبقى فيرب، لأما بتبقى سوجي، لأما بتبقى كومبليمون. وفي الحال زي دي احنا بنستخدمها في فراز ونعمل بيها جمل ونشكل بيها جمل بحيث ان احنا نتكلم في فرنسية صحيح. طيب عندنا الفوكاب اللي موجود عندنا النهاردة خاص بالمدرسة، وبيتكلم عن ان تابلو، طبعا اللي هي قدامها ا هتبقى مسكولة، واللي قدامها اون اللي اخرها او هتبقى فيميني. عندنا ان تابلو مسكولة كلمة مذكر، يبقى معناها سبورة، يبقى عرفنا اليو ان اللي هي اولها يو ان كده تبقى مسكولة، يبقى ان تابلو اللي هي سبورة. ان بروفيسور مدرس، ان كور يعني معناها حصة، ان اوتيل اللي هو فندق، إنوكول دي فيمينيه مؤنث، إيكول يعني مدرسة، كلاس يعني معناها فصل، إن شيز يعني معناها كرسي، إن تابل يعني معناها ترابيزة، إن ماتريس يعني معناها مدرسة، دي ماتيير سكولار يعني معناها مواد دراسية، ودي بلوريال جمع. والمواد الدراسية اللي هي إيه بقى؟ زي إيه؟ زي كلمة لو فرونسي اللي هو الفرنساوي، لونجلي اللي هو الإنجليش، لمات اللي هو الرياضيات اللي هي الماث، لسيونس اللي هي الساينس، لجيوغرافي اللي هي الجغرافيا، لوستوار اللي هو التاريخ اللي هو الهيستوري، وبعد كده لا ريكراسيون اللي هو البريك اللي هو ايه البريك او الفسحة، لكلي يعني معناها المفتاح، لو جور دو كونجي يعني معناها العطلة او يوم الاجازة. دي معنى الكلمات، هنقراهم تاني على السريع كده. لو تابلو ان بروفيسور، ان تابلو ان بروفيسور، ان كور، ان اوتيل، ان ايكول، ان كلاس، ان شيز، ان تابل، ان ماتريس، دو ماتيير سكولار، لو فرونسي، لانجلي، لي مات، لي سيونس، لا جيوغرافي، لوستوار، la récréation, la clé, le jour de congé. نكمل الفوكاب اللي هو موجود عندنا. طبعا عندنا مجموعة فيربات في غاية الأهمية أو مهمة ما عدا الكلمة الأخيرة اللي هي مش فيرب. فالفيربات اللي هي موجودة قدامي étudier يعني معناها يدرس، expliquer يعني معناها يشرح، réussir يعني معناها ينجح، يسير يعني معناها ينجح، arrive يعني معناها يصل، répéter يعني معناها يكرر أو يردد، remettre يعني معناها يعيد ترتيب أو يعيد الأوضاع، يعيد الحاجة يعني في مكانها الصحيح، compter يعني معناها يحسب، compter يعني معناها يحسب، être tard يعني معناها متأخر، يكون متأخرا، شرشي يعني معناها يبحث أو يدور على شيء، ريزيرفي يعني معناها يبحث أو يحجز، ريزيرفي يعني معناها يحجز، دوني يعني معناها يعطي، انيليفي يعني معناها يعلم المكان أو يقوي الشيء. بعد كده عندي بوار اللي هي يشرب، ريفينير اللي هي معناها يرجع، سورتير يعني معناها يخرج، ديني يعني معناها يتعشى، فيرمي يعني معناها يغلق، وليبر يعني معناها فاضي أو بمعنى أصح هو مش مشغول. نبقى نقولهم تاني: étudier، expliquer، réussir،
arrivé, répéter, remettre, compter, être retard, chercher, réserver, donner, une élevée, voir, revenir, sortir, dîner, fermer, livre. طيب احنا دلوقتي خدنا الكلمات ازاي نستخدم الكلمات دي. فبيقول لي في انفقاز افيك سيمو، جايب لي كلمتين، كلمه ايتوديي وليسون يعني يدرس ودرس، انا عايز استخدمها في جمله، يبقى لازم اجيب لها الحاجات اللي ناقصاها. ناقصها ايه بقى؟ ناقصها السوجي وناقصها الارتيكل. فهنقول ايه بقى؟ جيب لها السوجي، فهيبقى زي ما هنشوفها كده قدامنا، جو، ايوه، على الكل، في المدرسه، جي اتيدي ميليسون يعني انا بدرس دروسي، جي اتيدي ميليسون انا بدرس دروسي. ريزيرفي اوتيل يعني يحجز وفندق، فهتبقى الاوتيل، جو بي ريزيرفي اون شامبر. كور وفرنسي هتبقى لو لاندي، جي ان كور دو فرنسي. ليفر واتر هتبقى ست شامبر ليفر، يعني معناها الأوضة دي تكون فارغة أو مش مشغولة. ريماتر وأفار يعني معناها يرتب أدواته، وأقولها إزاي؟ جو ريمات ميزا فار يعني معناها أعيد ترتيب أدواتي. بعد كده ماتيير سكولار إيمي هتبقى كل ماتيير سكولار أم تو فرنسي وبريفيري يعني اللغة الفرنسية ويفضل، بقى هنقولها ازاي؟ هنقولها جو بريفير لو فرنسي يعني انا افضل اللغة الفرنسية. يبقى نقولهم على السريع كده، وخدوا بالكم من البرونسيسيون. اتيدي ليسون اليكول، جي اتيد مي ليسون. ريزيرفي اوتيل الاوتيل، جو بو ريزيرفي ان شامبر. كور وفرنسي تبقى لو لاندي، جي انكور دو فرنسي. livre ou être هتبقى cette chambre et livre. remettre ou affaire يعني تبقى je remets mes affaires. matière ou scolaire ou aimé هتبقى quelle matière scolaire aimes-tu. français ou préféré هتبقى je préfère le français. بكده يكون طبعا انتهى. أتمنى أنكم يكون حاز على إعجابكم وتكونوا استفدتم منه الاستفادة الكاملة. نوتر فيديو سترمان الفيديو بتاعنا انتهى، لحد ما نتقابل على بخشان فيديو، نتقابل الفيديو الجاي. نقول لكم أوروفوار وابيانتو.